السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة طبخ سمية. اليوم ان شاء الله ماشي انا اللي غادي نحضر لكم، ولكن الزوج ديالي غادي يحضر لكم واحد الطويجين كيجي هائل، فعلا كيجي لذيذ من اليد ديالو. نتمنى انكم تجربوه وفعلا من المحترفين في الطويجنات. فغادي نخليكم مع المقادير. فبالنسبة للمقادير كيف ما كتشوفوا هنايا، وضعت اللحم، وضع اللحم في الطاجين بحال هكا. اللحم كيبقى الكميه حسب الرغبه ديالكم وحسب عدد الاشخاص. غادي نحتاجو جوج حبات ديال البصل، غادي نحتاجو قزبر ومعدنوس، غادي نحتاجو الجزر، هنا درت جوج حبات. يعني الكميه كيف ما قلت لكم حسب عدد الافراد اللي غادي ياكلوا هاد الطويجين. وعندي جوج حبات ديال البطاطس، عندي حبه ديال القرعه، وغادي نحتاجو الجلبانه، وغادي نحتاجو اللوبيا شعره. فهذه هي الخضر اللي عندنا. غادي نحتاجو الان كذلك القزبر ومعدنوس شويه مقردين بحال هكا، وواحد الفص ديال الثوم كيف ما كتشوفوا فهو قطعو بحال هكا. وغادي نحتاجو زيت الزيتون، غادي نحتاجو كذلك التوابل. عندي هنايا التحميره، عندي الكركم بالنسبه للتحميره، بزاف غيسولوني، البابريكا، الفلفل الاحمر، وعندي الكركم، وعندي الزنجبيل، وعندي هنايا الفلفل الاسود. والكميه طبعا غادي نوريوها لكم ملي يكون كيحضروا. وعندنا الملح، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوهم. غادي نمشيو الان لطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي يبدا في طريقه التحضير. هنايا كيف ما كتشوفوا خدا داك القزبر ومعدنوس وديك الثوم، غادي يضيف عليهم واحد الملعقه ديال الملح بهذا الشكل. غادي يضيف الفلفل الاحمر نصف ملعقه صغيره. عندنا كذلك واحد الملعقه من الكركم، وواحد نصف ملعقه من الزنجبيل، والفلفل الاسود كيف ما كتشوفوا نصف ملعقه صغيره. والملعقه دائما ملعقه صغيره هي اللي كنعبروا بها. غادي يضيف الان زيت الزيتون. شحال القياس ديال زيت الزيتون؟ ان شاء الله غادي نديرو نقولو 4 المعالق كبار. 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. كيف ما كتشوفوا بعد ما دار زيت الزيتون غادي يخلط هذيك المكونات بهذا الشكل. صافي، بعد ما خلطهم كيف ما كتشوفوا الان غادي يوضعهم فوق اللحم بهذا الشكل. كما كتشوفوا بعد ما وضع دوك التوابل، الان غادي ياخذ البصله غادي يقطعها بهذا الشكل. كتقطعوها طويله بحال هكا. فعندنا جوج بصلات هنا. يلا درنا البصله الاولى، جوج بصلات الحجم ديالهم ماشي كبير، يعني حجم ديالهم صغير. الا درتو بصله كبيره فاستعملوا غير وحده. صافي، الان بعد ما وضعنا البصله شنو غدير دابا؟ الجزر. غادي يوضع داك الجزر بهذا الشكل. ها نتوما هاد التستيفه ديال الطاجين، يعني التستيفه ديال الطاجين من اهم الاشياء في نجاح الطاجين، ولا لا؟ يعني الخضره خصها تكون مستفه مزيان. صافي، بعد ما وضعت الجزر الان غادي نوضع البطاطس. فها نتوما كتقطعوا البطاطس بهذا الشكل وكتوضعوها من الفوق. صافي، الان غادي نوضعوا القرعه بعد ما وضعنا البطاطس. فالخضر يعني كتستعملوا اللي عندكم، يعني داكشي اللي كان عندنا غادي نستعملوه في هاد الطويجين. كديروا الخضر اللي بغيتوا، المهم ان الطريقه كتبقى واحده. صافي، هنايا غادي نوضعوا ديك اللوبيا ها نتوما بهذا الشكل. صافي، غادي نوضع الان الجبانه. كتوضعها من الجوانب كذلك. صافي، بعد ما وضع الجبانه وكاع الخضر اللي عندنا كيف ما كتشوفوا، فنسيت ما ذكرت لكمش هنايا العنب المجفف. عندنا كذلك العنب المجفف كيوضعوا فوق من الجبانه، فكيعطي واحد المذاق زوين، وكيجي هكا ديك الحلاوه ديالو من الفوق كتجي هائله.
غير جربوها صافي. كيف ما كتشوفوا بعد ما وضع داك العنب المجفف، الان غادي يقوم بوضع طماطم كتقطعوها دوائر بحال هكا. فانتوما يعني مازال ما وضعناش نهائيا فوق النار، يعني كتوضعوا كل شيء بحال هكا من الاول، ما كتقليو ما حتى شي حاجه، وكيجي لذيذ وكتبقى هذه الطريقه سهله، يعني ما كتحتاجش لذاك القلي وتقليو اللحم بوحدو والتوابل بوحدهم. فكديروا كل شيء بحال هكا كما كتشوفوا، وضع داك القزبر والمعدنوس بهذا الشكل صافي. هذا هو الطواجين، الان غادي يوضع فوق العافيه، غادي يضيف له شويه ديال الملح على ما اظن. كيف ما كتشوفوا هنايا، فغادي يدير واحد الرشه ديال الملح هكا فوق الخضر، قياس ديال واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملح، باش هكا كتجي الخضر ديالنا كذلك بنينه. صافي دابا غادي نضيف واحد نصف كاس ديال الماء كيف ما كتشوفوا، غير نصف كاس هو فاش غيطيب هاد الطواجين ديالنا صافي. الان غادي يوضعوا على واحد العافيه مهيله فوق البوطه كيطيب بالمهل، وغادي ينقص العافيه مزيان. فهانتوما كيف ما كتشوفوا، فوضعوا الان فوق النار نشوف العافيه كيفاش كتكون. العافيه كيف ما كتشوفوا فدار عافيه مهيله. فالمهم اللي بغات تطيبوا بسرعه فقط زيد الماء صافي. الان غادي يغطي الطواجين، وكيف ما قلت لكم غادي يخليه على عافيه مهيله، ونتلاقاو بعد ما يطيب الطواجين ديالنا. ها نتوما كيكون هذا هو الشكل ديال الطاجين ديالنا بعد ما طاب. فكيف ما كتشوفوا كيبقى محافظ على داك الشكل ديالو واخا طاب، يعني كيبقى الشكل ديالو بحال هكذاك، يعني حيت طيبنا على عافيه مهيله. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استفدتوا، ونتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه اخرى. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فاشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، والا عجبكم الفيديو فبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده، وما تنساوش تخليوا لنا لايك لهذا الفيديو، وتخليوا لنا الراي ديالكم وانتقادات ديالكم كذلك في التعاليق. نتلاقاو في وصفه اخرى مع فيديو اخر. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.